إبراهيم بن هلال عبد الحكيم حقوقي، عضو في عدة جمعيات حقوقية من بينها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. بهذه المناسبة، مناسبة عيد المسيرة، أتقدم بالشكر الحار لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه، ونحن جندا مجندين وراء خطاباته السامية مع الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة. أتيحت لي فرصة أن أكون حقوقيا وأصبح إعلاميا بجريدة أصوات، ونعتبر صوت جريدة أصوات صوتا لما لا صوت له، ونعتبر كذلك المواطن المغربي شريك في الإعلام الحر والمستقل. وشكرا.